السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخنا الأدبي يزخر بالنجوم اللامعة، فيه القوافي والرواية والحكاية ذائعة، فيه الفنون بهية مثل الكواكب ساطعة، والسحر في اللغة التي كانت وتبقى ناصعة. أهلا بكم مشاهدين في برنامج لغة وأدب وفن. في صفحتنا اللغوية هذا الأسبوع نقف عند واحد من أئمة البلاغة وعلوم العربية خلال القرن الرابع الهجري، صاحب كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أحد أشهر الكتب البحثية والنقدية في التراث العربي. نقف عند الأديب الناقد واللغوي الشاعر أبي هلال العسكري. ولد ونشأ أبو هلال العسكري في مدينة عسكر مكرم القريبة من البصرة في أسرة مثقفة، وكان كما ذكر يزاول تجارة الثياب مع سعيه إلى التحصيل العلمي. أثنى عليه العلامة أبو المظفر الأبي وردي ووصفه بالعلم والعفة معا، وقال عنه إنه كان يتبزز أي يتجر في الثياب، وذلك احترازا من الطمع والدناءة والتبذل. وكان أبو هلال قوي الشعور بأن تلك مهنة لا تليق به ولا بأدبه، فكان يزفر بمثل قوله: ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود ويهجوهم عني رفافة كسوتي هجاء قبيحا ما عليه مزيد. وكان العسكري يشعر أن اشتغاله بالعلم حرمه أسباب الغنى، كقوله: العين تذرف والفؤاد يذوب والوجد يحضر والعزاء يغيب، تالله لم تخطئك أسباب الغنى إلا لأنك عاقل وأديب. ولقد يدل على كمال كرامتي أني إلى قلب الكريم حبيب. ويقول في هذا الشعور أيضا: فأين انتفاعي بالأصالة والحجة وما ربحت كفي على العلم والحكم، ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي ولا يلعن القرطاس والحبر والقلم. والناظر فيما تبقى من شعره يلحظ حديثه المتكرر عن فقره وسوء حاله وإحساسه بالمرارة، كقوله: بليت بهجران وفقر وفاقة وكثرة حاجات وثقل ديون، وأعظمها أن الزمان يسومني وقوفا على أبواب من هو دوني. وبالرغم من أنه كما يبدو أن أبا هلال الشاعر لم يلق الاهتمام بعلمه وثقافته أثناء حياته، فإن الواضح أنه نال المجد وخلده التاريخ بعد وفاته بناء على ما تركه من آثار ثقافية ولغوية تغني اللغة العربية وتثريها. فمن مؤلفاته كتاب الأوائل، كتاب ديوان المعاني، كتاب الفروق اللغوية، كتاب جمهرة الأمثال، كتاب التبصرة، وكتاب ديوان المعاني الذي جمع فيه أي في ديوان المعاني أبلغ ما جاء في كل فن وأبدع ما روي في كل نوع من أعلام المعاني وأعيانها. أما أشهر مؤلفاته وأعظمها فهو كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. ألف العسكري كتاب الصناعتين بهدف استكمال ما قدمه الجاحظ في كتابه البيان والتبيين، ويظهر أبو هلال في كتاب الصناعتين أن النزعة الأدبية تغلب النزعة الكلامية والمنطقية. وله أيضا كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، وهو معجم في المعاني والصفات جعله أبو هلال في 40 بابا. يبدأ الكتاب بموضوع الإنسان فيذكر خلقه وصفاته وما يتعلق به، ثم ينتقل إلى موضوع السماء والنجوم والأزمنة، ثم إلى أسماء النبات والشجر والثمار، ويذكر الزراعة وأدوات الزارعين، ثم ينتقل إلى الجماد. ونغلق هذه النافذة الأدبية التراثية مع الشاعر والأديب واللغوي أبي هلال العسكري المتوفى سنة 1000 ميلادية بهذه الأبيات الحكمية، والتي يدعو فيها إلى التأمل في معناها. يقول:
ما بال نفسك لا تهوى سلامتها وأنت في عرض الدنيا ترغبها، دار إذا جاءت الآمال تعمرها جاءت مقدمة الآجال تخربها، أصبحت تطلب دنيا لست تدركها فكيف تدرك أخرى لست تطلبها. من المعجم التاريخي للغة العربية الفعل استأثر. استأثر فلان بالشيء، استبد به وانفرد واختص به نفسه. من عصر ما قبل الإسلام قال في هذا المعنى قس بن ساعدة: أخنى على صيفي بحادث صرفه مستأثرا بجذيمة الوضاح. واستأثر الدهر بفلان أهلكه وأفناه، الشاهد في قول زهير بن أبي سلمى: فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني ولا أرمي. واستأثر الله فلانا وبه مات، وهو ممن ترجى له الرحمة أو الجنة، الشاهد في قول الزبرقان بن بدر يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: فاستأثر الله به إذ وفى أيامه عند حضور الحمام. واستأثر بالشيء نهى عنه، قال عمر بن عبد العزيز من العصر الإسلامي: إذا استأثر الله بشيء فله عنه. واستأثر فلانا بالشيء خصه به دون غيره، الشاهد من عصر الدول والإمارات، قال ابن الأبار: ولم يؤثره بالتأمير لكن به مستأثر الأمر العلي. في حي الشويهيين بمنطقة السوق القديم بالشارقة يقع مبنى جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وهو مبنى تراثي يعكس جانبا مشرقا من تراث الشارقة العمراني والحضاري. ولأن الشارقة هي الرائدة والراعية للفنون والثقافة، فقد تأسست فيها جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بهدف تعريف المجتمع بأهمية الفن وتشجيع الفنانين ودعم دورهم في مختلف جوانب الحياة. طبعا تأسست جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في سنة 80، وقبلها كان في تجمع للفنانين في أكثر من مكان، ومكان رئيسي كان لهم طبعا في المسرح في الشارقة هنا، لكن كانوا يبحثون عن مكان يجمعهم فطالبوا بتأسيس الجمعية، فأشرت الجمعية سنة 80. طبعا السبب وراء ذلك أولا إيجاد مساحة لعرض المواهب لدى المبدعين لدى الفنانين، وأيضا عرض أعمالهم وتجمعات التي تفيد الفنانين فيما بينهم. بعد تأسيس الجمعية طبعا أصبح يوجد المعرض السنوي للجمعية واللي يلم الفنانين الأعضاء في الجمعية، بالإضافة إلى إقامة الورش للاستفادة من الخبرات بين الفنانين. من ضمن اهتمامات جمعية الإمارات للفنون التشكيلية إفساح المجال أمام المواهب الشابة من الفنانين والفنانات من مختلف الجنسيات لممارسة الفن في بيئة تساعد على الإبداع تحت إشراف فنانين محترفين يقدمون لهم خبراتهم وتجاربهم ليستفيدوا منها. طبعا حرصت الجمعية على إبراز المواهب، وهذا هدف من أهدافها، واحنا نسعى دائما الى الاهتمام في المواهب الشابه من خلال تقديم الدورات التدريبيه والورش باشراف فنانين اعضاء من الجمعيه وهم فنانين محترفين. طبعا المبدا هذا والهدف موجود منذ القدم من تاسيس الجمعيه من الفنانين الرواد، كانوا خلال فصل الصيف خاصه الاهتمام بهذه المواهب، إعطائهم الورش وتعليمهم الأساليب الحديثة في مجال الفنون. حرصنا احنا في إدارتنا على الاستمرارية في هذا المنهج
من خلال توفير لهم المكان المناسب والبيئة المناسبة لتنفيذ هذه الأعمال. من خلال هذه السنة أو فصل الصيف هذا أعطينا المكان لهؤلاء الفنانين من خلال توفير لهم المكان وأيضا المواد واحتياجاتهم. طلبنا من كل فنان أن ينتج ثلاث أعمال فنية، وبعدها إن شاء الله راح يقام معرض بعنوان معرض الشباب. هذه الأعمال التي خلفي هي الفنانة فيينا فؤاد، وهي أحد منتسبات مشروع معرض الشباب. تعطي جمالية في الألوان من حيث التكنيك للعمل والتحكم في مساحات اللوحة ودمج الألوان بطريقة احترافية. طبعا هذه الأعمال إن شاء الله راح تنعرض في معرض الشباب القادم، واللي هو نتاج المشروع هذا. تحرص جمعية الإمارات للفنون التشكيلية على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار العام، وإقامة المعارض المختلفة في مجالات الفنون كافة، من تشكيل ورسم ونحت وخط وتصوير وغير ذلك، بهدف إيصال رسالة الفن ودوره المهم في المجتمع ونشر المعرفة بين المهتمين. طبعا تحرص الجمعية على إقامة معارض نوعية لأعضائها الفنانين، منها معارض فردية على طوال العام. يوجد برنامج من قبل الإدارة يوضع لتنظيم هذه المعارض، بالإضافة إلى المعارض الجماعية المشتركة للفنانين. طبعا غير هذا احنا يهمنا جدا التعاون بين الجمعية وبين المؤسسات الفنية الأخرى. نعمل تعاون ونعرض أعمال الفنانين من خلال المعارض أو من خلال إعطاء الدورات أو المناسبات مثل المناسبات الوطنية، البرامج الثقافية. فالمشاركات دائما للجمعية طوال السنة لا تتوقف من أجل تحقيق هذه الأهداف. المعرض السنوي العام أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها الجمعية، انطلاقا من حرصها الدائم لجمع الفنانين الأعضاء وغيرهم، وبهدف نقل خبراتهم والاطلاع على أفكارهم وأساليبهم المتنوعة في الفنون التشكيلية. ويعكس المعرض الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للفنون بأشكالها كافة. إن شاء الله إحنا مقبلين على المعرض السنوي 38. الإدارة اختارت لجنة التحكيم لهذه الدورة، بيكون في تحكيم الفنان الغدير عبد الرحيم سالم، أيضا الفنانة منى الخاجة. تقدموا الفنانين بطلب المشاركة في المعرض بعد ما أن تشكلت اللجنة وتم اختيار الفنانين المشاركين. حرصنا في اللجنة أن نختار من ضمن المشاركين الفنانين من مختلف اللي قدموا مختلف الأساليب الفنية. هذا الحرص دائما لكي يكون المعرض السنوي يظهر بشكل المناسب إن شاء الله، بيكون إن شاء الله في متحف الشارقة للفنون، وأيضا مجموعة أخرى من الفنانين مشاركين في المعرض ستعرض أعمالهم في مقر الجمعية هنا. مجلة التشكيل الصادرة عن الجمعية مرت بمراحل من التطور منذ العدد الأول عام 1984 إلى أن عادت للصدور من جديد بدءا من هذا العدد وهو 29، حيث أصبحت دوحة جميلة ملونة بالمقالات والأخبار والدراسات وكل ما يتعلق بالفنون. أصدرت الجمعية بعد توقف مجلة التشكيل بحلتها الجديدة اللي هو العدد 29. طبعا اهتمينا في هذا العدد استكتاب أهم الباحثين والنقاد في المجال الفني لكي يثروا العدد من خلال كتاباتهم النقدية وأبحاثهم
الفنية. المجلة تغطي معارض وأنشطة الجمعية بالإضافة إلى تغطية أهم المعارض على مستوى الدولة. يقول الفنان سالم الجنيبي رئيس الجمعية إن أبواب عضوية الجمعية مفتوحة والتسجيل متاح لجميع الراغبين في تعلم وممارسة الفنون من كل الأعمار والجنسيات. الانتساب لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية متاح لجميع الجنسيات سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو خارج الدولة، بحيث أن المتقدم لطلب العضوية للجمعية يملى استمارة الانتساب للجمعية، ومن ثم يتم مشاهدة أعماله أو التقييم من خلال الإدارة لإعطائه العضوية، ومن ثم يبدأ بالمشاركة في الجمعية من خلال الحضور الورش أو من خلال المشاركات في المعارض وجميع أنشطة الجمعية. وفي نهاية زيارتنا لمقر جمعية الإمارات للفنون التشكيلية سألنا الفنان سالم الجنيبي عن برامج الجمعية خلال الفترة المقبلة. حالياً نحن بصدد إقامة معرض الشباب، وبعدها إن شاء الله لدينا معرض فردي لأحد أعضاء الجمعية، وبعدها إن شاء الله مقبلين على أكثر من مشروع من ضمنهم مهرجان المشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية التي تقيمه وتنظمه إدارة الثقافة بالتعاون معهم، وأيضا المشاركات أو الاحتفاليات باليوم الوطني. في كل لقاء من لقاءات مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة، والذي يجمع شعراء الكلمة النبطية على امتداد مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج والدول العربية، في كل لقاء شعري تتعطر أجواء المجلس بذكر الوطن والافتخار به والتغني بأمجاده والاعتزاز بقادته. أقول الصدق عندي والشعر تلقونه، أساسه الحب النقي مضمونه، يا من حضر في مجلس ما سكر بابه مشرع للعرب يلهونه، سلام سلام من بعد السلام تحيه للي فعوله بالفخر مقرونه، سلام طاهر كالندى للمسجد يختص بالشيخ ذهب مكنونه. شيخنا حفظ دينه وعز بلاده حتى جعلها دانتنا مصيونه، سلطان بيت المكرمات وبابه برق العطاء في عاليات مزونه، على الكفاءه والاداء الراقي تنجز وكل شافها بعيونه، فعايلك ما كل من يقدرها ويمايلك في قلوبنا محظونه، فعايلك ما كل من يقدرها ويمايلك في قلوبنا محظونه، لكن خذ مني واسمع نبضي قلبي وفيهم شاعري مخزونة، في ذمتي انك تعين وتكرم وانك ملاذ العالم المحزونة. أمسية متميزة حضرها جمهور محب للشعر ملأ القاعة وتفاعل مع الشعراء الذين حلقوا في فضاءات القصيدة الشعبية وأمتعوا الحاضرين بالجميل والأصيل من القول. أقول أذوق من ذا الهجر مره والقلب يترزم بزفرات، كل ما فخت بالصوت يره ذاك الحنين، ومول ما بات مثلي لي تصليح حره من زود ما في الصدر، ضيجات يكفيك يا المظنون شره، كانك خلي البال وتبات الحب لي الحجك ضره، وسقاك سم البعد كاسات يود عن العذال سره، عن حاسد يفرح وشمات ليتك عرفت الشوق مره من صادق احساسك، وبالذات شروه فوادي يوم غره حبك، وعقب الحب ليعات هذا اللي هو كره وفره، هذا اللي هو كره وفره، وانا برحت نفسي بسكرات، وإذا فعلت الخير ذرة
توجر بمثله عشر حسنات، توجر بمثله عشر حسنات وسوال مثل. عليكم السلام. لامست قصائد الشعراء الوجدان وحركت العواطف بالقوافي والمعاني الجميلة وبالمفردة الإماراتية الأصيلة المحببة. يقول عايش إن درب المحبة من ضياع في ضياع، ما استمروا بالمحبة ولا أحد صانها، كان قلبي فاتح سيف بحر للطلاع أو قصور شايدة مغلقت بيبانها. كان قلبي فاتح سيف بحر للطلاع أو قصور شايدة مغلقت بيبانها، بس روح انضمته ما تفكر في النزاع، أزخروا في روضها واتركوا حيانها، اكتفوا من عشبها واتركوها للسباع، والمواجع بيتت في جميع أوطانها، وغربت شمس اللقاء وشرقت شمس الوداع، والطريق الخالية زحما سكانها، أحسب أنه لي رفيق وفي شور يمطاع، وثر بدل دير تهاجر أنه حلانها، باع قلب حافظه لا يسام ولا يباع، والقلوب الصادقة العنف ومرخان. الله يسلمك. وجود شعراء من دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون الخليج العربي ومن الوطن العربي خلانا نعيش تنصهر هذه الثقافات في بوتقة خاصة أصبحت المفردة، سواء كانت إماراتية أو خليجية أو من الوطن العربي، يغلب عليها الطابع السهل الممتنع، أصبحت المفردة مفهومة في الإمارات، في الخليج، في الوطن العربي. يعني أنا شاعر الإمارات، شاعر الكويت، شاعر السعودية، شاعر قطر، شاعر البحرين، شاعر سوريا، شاعر المغرب، أصبحنا نفهم بعض في التقاء ثقافات متعددة، وخاصة الشعر النبطي واسع ومتشعب ومفرداته كثيرة، وهذه نعمة أن نلتقي دائما في شارقة العرب، شارقة سلطان، وخاصة ملتقانا الكبير دائما من خلال مهرجان الشارجة للشعر النبطي الذي يعد من المهرجانات الكبيرة اللي تعيش دائما دولة الإمارات وإمارة الشارقة. وأصبح مجلس الحيرة يعني مهرجان مصغر عندما يجتمع هؤلاء الشعراء من الوطن العربي لتلتقي الثقافات في مجلس الحيرة، وتصبح القصيدة الإماراتية أو القصيدة الخليجية أو العربية لها رونق خاص ولها مذاق خاص، وأصبحت سهلة للجميع. وبالعودة إلى جو الأمسية وقصائد الشعراء التي أطرب بها جمهور المجلس، تألق الشاعر عامر بن سهيل العامري في هذه الأبيات: أيها المحبوب عندي جئت بالأمر العجب، جئت أشعلت المشاعر، جئت فجرت الشغب، جئت وأصوات الأماني في خفوقي لها صخب، لين ما هاجت سجوني ولا توارت في الحجب، ضرب سحر من عيونك حاز قلبي في السلب، امتلكت حق واعلم ما على شعري عتب، انت عطر فيك ينور كن في راسها لهب، انشراح الصدر شوفك طار في هامة السحب، المشاعر كل بوها في مساراتك درب، اعطني مما عطاكم ربك المولى وهب، اعطني من نور حبك اقتبس، اعطني من ضوء حبك اقتبس نور وشهب، انت احلى خلق انت من عجم ومن عرب، وانت احلى ما سمعته من احاديث وخطب، لو بوصفك بالقصايد كيف تحويها الكتب، انت شيء زال، انت شيء فاق وصفي، زدت تسمو بالرتب، كل ما تبغي تناله، من هو يرفض لك طلب، من هو يرفض لك طلب. وعاد الشاعر مبخوت بن مرعي يطوع المفردة ويكسبها من المعنى ما تأتلق وتتزين به فتسبي السامعين. يقول يا موتر إيماني مجنب عن الريس، أنويت لا داره نبيله زيارة، وثارت هواجيس الداحم هواجيس، كلا على ممشى حدد مساره، والفكر خطط موقعه بالتضاريس، وده مسرى ليل يسبق نهاره، وشواقه بصدره وتبقى محابيس، ما هي تبال افراج لا تشوفه داره، غرو انكساه الحسن بحلى مقاييس، ما شفت مثله في البدو والحضارة، يا ويش عنده عشق ليلة مع قيس، تسج في عالم بعيد مداره، تسلى بقربه لا تعب لك وابيس، ولي نظرته كان يعطي بشاره، في راس عرق خير من جو باريس، تهب نسناسه ومنشي مثاره، تدرس الذكرى مع الوقت تدريس، وعهد النقا دايم رفرف شعاره. سلامتكم. سلام.
هذا قليل من كثير الإبداع والجمال الشعري الذي يتيحه مجلس الحيرة الأدبية لجمهوره من محبي الشعر النبطي. منبر للشعراء أنهم يثبتون وجودهم ويثبتون جدارتهم الشعرية اللي لمسناها اليوم في الأمسية، استمتعنا بالقصايد مع أخواني الشعراء. وأنا متابع الحلقات من قبل، كثير من الحلقات من الشعراء المميزين اللي أثبتوا وجودهم في هذا المجلس وفي هذه الأمسيات اللي تدعمهم معنوياً أنهم يقدمون الأفضل. كل الشكر لهم. واليوم أنا لمست هذا في هذه الأمسية بتفاعل الجمهور والنصوص المطروحة من أخواني الشعراء اللي استمتعنا كثير اليوم في إلقائها في هذه الأمسية. وهكذا مشاهدينا ينتهي لقاؤنا هذا الأسبوع، ويتوقف مشوارنا معكم ومع هذه الحلقة من برنامج لغة وأدب وفن. ونذكر في ختامها إلى أنه بإمكانكم متابعتها في منصة مرايا. نستودعكم الله وإلى اللقاء.